بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصحابي وإخواتي اللي مشرفين ومنورين على القناة. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر، هي دي الرسالة اللي بيقولها جمهور الزمالك لإمام عاشور بعد إحرازه الهدف الافتتاحي في مباراة نهائي الكاس قدام الزمالك، فريقه القديم إكس الزمالك إمام عاشور، واللي شفنا النهاردة الجمهور كان بيزوم عليه. بس قبل أي حاجة، قبل ما بارك حتى للنادي الاهلي، لازم اقول هارد لك لنادي الزمالك. عمل مباراه جيده من ناحيه الاستحواذ، عمل مباراه جيده من ناحيه الانتشار، حاول ان هو يباغت النادي الاهلي او يفرض عليه سيطرته. طوال تقريبا 80 دقيقه كان النادي الاهلي فيها مش احسن حاجه، بس المباراه النهائيه ديت لازم تفهم حاجه واحده، ان انت ازاي تخلص البطوله، وازاي ان انت عندك واحد زي مارسيل كولر اللي النهارده الناس شايفاه بعد البطوله السابعه اللي بيحققها مع النادي الاهلي في توليه القياده الفنيه لمده 18 شهر مع النادي الاهلي، انجاز ما بعده انجاز، او يعتبر اعجاز لمدرب لسه اول مره بيدرب في قاره افريقيا. بس الراجل دوت اثبت فعلا انه مدرب مخضرم، عرف من اين تؤكل الكتف، عرف يفوز للمباراه الرابعه على التوالي على نادي الزمالك. بقى سياسة الفوز عنده او المباراة ديت عنده مباراة عادية، مش اول مرة مثلا زي خوسيه جوميز اول سنة قمة. فدي كانت من اهم اسلحة النادي الاهلي، ان مارسيل كولر دايما متفوق على نادي الزمالك مع اختلاف مدربين نادي الزمالك. حد هيقول لي النهاردة الاهلي محظوظ، حد هيجي يقول او زي ما سمعنا ان الاهلي كسب بالحظ او ما لعبش وكسب، وان نادي الزمالك هو اللي متع الجماهير كوره. لا، المباراه اصلا ككوره ما كانتش كوره، مباراه نهائي زي ما بيقول الكتاب. الكل كان متحفظ والكل كان خايف يغلط، واللعيبه كانت كل واحد عايز يخلص من الكوره ويعمل اللي عليه، مش عايز يغلط، فاللي مش عايز يغلط بيتوتر. بس هنا بقى خبره البطولات، زي ما قلنا النادي الاهلي نادي بطولات، عرف ازاي بخبرة لعيبته ان هو يوصل الماتش لحد اخر 10 دقايق، او لحد اخر تقريبا من اول ما بدأ مارسيل كولر يعمل تغييراته في الدقيقة 72. وهنا مارسيل كولر او النادي الاهلي اتغير 180 درجة، ومارسيل كولر مش بيأخر التغييرات كده هباء او الراجل مش عايز يغير، لا، الراجل لو حد يلاحظ في مباراة مارسيل كولر كلها بيحب المدير الفني اللي قدامه ان هو يغير طريقته وهو يلعبه، وهو ده تكتيك المدرب، هو ده اسلوب مارسيل كولر في اداره المباريات، وده اللي يبين لك ان هو كوتش، وكوتش مخضرم، كوتش بيعرف ازاي يستغل لعيبته. انا واحد زي رضا سليم النهارده لو جاهز معاه ما يلعبش ليه؟ معظم لعيبه النادي الاهلي كانت اوت اوف مود، بتلعب الكوره. عندك النادي الاهلي من سلبياته النهارده ما فيش استحواذ في نص الملعب، ما فيش بياخد الكرة التانية اصلا غير بعد ما نزل مروان عطية، ما عنده كمية ميس باص النهاردة رهيبة من لعيبة النادي الاهلي، لكن اللعيبة على الاقل واقفة. واللعيب الوحيد اللي اجاد النهاردة في تشكيل النادي الاهلي كان هو مصطفى شوبير، اللي قدر يشيل كل الكرات اللي جات له. حد هيقول لي صعبة، حد هيقول لي كور سهلة، هقول لك ان هو عمل اللي عليه، سواء الكور اللي جت عليه من التصويبات او الكور العرضية كلها اجادها. حتى في بناء الهجمة كان بيحاول يسلم الكرة صح. فاللي اجاد في الاهلي لحد ما النتيجة اتغيرت كان مصطفى شوبير. ونيجي بقى هنا لامام عاشور اللي كان بيحاول وبيلعب رغم الضغوط اللي كانت عليه من الجماهير وصفارات الاستهجان اللي احنا اتكلمنا عليها. طبيعي ان هو هيقابل استهجان من جماهير نادي الزمالك، وان هو لاعب اكس الزمالك، وان هو بيلعب قدام نادي القديم، وان اشد المتشائمين من جماهير الزمالك كان عندهم يستقبلوا هدف من اي لاعب في الاهلي حتى لو كان مصطفى شوبير هو اللي جاب الجون، بس ما كانش يجيب امام عاشور. فهو ده سبب الفرحه الزياده لامام عاشور بعد هدف المباراه، لانه واجه انتقادات كتيره واتقال عليه كلام كتير ان هو لاعب مش مهم او مش هيفرق في نادي الاهلي. بس انا عايز اسال سؤال، عبد الله السعيد فين؟ اللي يعرف اجابه السؤال يسيب لي تحت في الكومنت عبد الله السعيد فين؟ عبد الله السعيد اي بطوله بيلعبها قدام النادي الاهلي ما كسبش ولا بطوله، وكان تقريبا وش وحش على النادي الزمالك. عبد الله السعيد مش هيغير حاجه، احنا قلنا في صفقه عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لاعب كبير ولاعب قامه ولاعب ليه تاريخ، بس مش هيقدر يغير حاجه. يعني حد بس يخلي باله
بعد نزول ناصر ماهر الشكل اتغير شويه لنادي الزمالك، ولو كان فيه مهاجم يقدر يخلص هجمات كان ممكن الزمالك يقدر يحقق اي حاجه، لكن الفرق بس في الحبه اللي لعبهم ناصر ماهر والحبه الكبار اللي لعبهم عبد الله السعيد. انا ما شفتش عبد الله السعيد النهارده لحد ما خرج، حتى التغيير حتى ما شفتوش، اتفاجئت بيه على الدكه، فهو ما كانش موجود النهارده. ده الفرق بقى بين لعيب ولعيب. زي مثلا هتقول لي قفشه اللي بيقعد احتياطي بقاله فتره مع مارسيل كولر، بس نزوله كانت نقطه فارقه وقدر ان هو يصنع هدف ويجيب قضيه تانية في نادي الزمالك وتبقى قضيه كمان ببطوله. فكل التحيه لقفشه، لاعب كبير، لاعب ليه شخصيه في الملعب، لاعب ما بيهبش المباريات الكبيره، بيحب المباريات البطولات. وطبعا امام عاشور بالمثل، تاني بطوله لامام عاشور في وقت قصير النهارده. حتى محمود الزنفولي معاه بطوله، عمر كمال عبد الواحد لعب 10 دقايق في المباراه خد بطوله. عد ارقام يعني كهربا اللي هو عليه المشاكل اللي بقاله سنين في مشاكل مع نادي الزمالك معاه 11 بطوله مع النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتحججش باصابات زي ما قلت لانه عنده سكواد قوي وبيعرف يختار لعيبه. مش مهم ان انا اجيب 10 صفقات 20 صفقه وفي الاخر يطلعوا يلعبوا كلهم في مكان واحد وما استغلش صفقاتي، لا انا اجيب 2 ولا 3 هم اللي فيهم الاحتياجات بتاعه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي منظومه اداريه بتعرف تشرف كويس جدا على فريق كره القدم، بتجيب احتياجات الفريق. شفنا النهارده رضا سليم ما لعبش، كريم فؤاد ما لعبش، غير الاصابات اللي عندك وسام ابو علي، عندك احمد نبيل كوكا اتصاب في اخر رجعاله والام الضلوع تاني في اخر وقت فاستبعد من المباراه، عندك قايمه كبيره ما بتلعبش ومع ذلك انت بتأدي في الملعب. الماتش ما كانش ككوره او بالمجهود اللي اتعمل الجبار في موسم الرياض والاحتفالات ديت، الماتش ككوره مش احسن حاجه، بس انا استفاد ايه لما اعمل احسن اداء واخسر؟ الاهلي بيعرف يكسب البطولات رغم اي حاجه ورغم الاصابات. كل التحيه لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك طبعا لجماهير الاهلي ومجلس ادارته. نسيت اهنيه في اول الفيديو، كان لازم اقول هارد لك الاول لنادي الزمالك اللي قدم كوره كويسه تطمن جماهيره. بس جوميز لسه برضو عليه كلام لانه ما عندوش التوليفه الصح قدام. ممكن يكون تاثير احمد مصطفى زيزو بخروجه مصاب اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله ويرجع على اقرب وقت في الملاعب، لكن مش زيزو برس، لكن مش لاعب واحد ياثر على اداء الزمالك. وبالدليل ان الناس طلعت اتكلمت بعد المباراه قالت ان الزمالك لعب الشوط الثاني افضل من الشوط الاول وكان اشرس على المرمى. يعني خروج زيزو محدش يتحجج بيه انه زيزو كان سبب في خساره نادي الزمالك او خروجه كان سبب في خساره نادي الزمالك، لان الزمالك لعب في عدم وجود زيزو افضل ما كان زيزو موجود. فمش هو ده اللاعب المؤثر، وانا مش مقتنع اصلا سواء اهلي او زمالك او اي فرقه في العالم ان هي تقف على لعيب ولا اتنين، ما دام انت عندك سكواد 30 لاعب المفروض ال 30 لاعب يبقى بروفيشنال ما دام انت فريق كبير. فمحدش يقول خروج لاعب اثر على النتيجه، لان النادي الاهلي لو بيعتمد على قوه لعيبه، لعيبه الاهلي النهارده معظمها 90% من الفريق ما لعبش كوره، كان بيأدي في الملعب. الاهلي لعب اخر 10 دقائق خد البطولة، رفع الكاس، رجع على مصر بالكاس، رجع بالبطولة ال 39 في تاريخه بيزين بيها دولاب بطولات النادي الأهلي وأرقامه الاستثنائية. الأهلي بيزود بطولاته موسم على موسم، كل شهر كل شهرين النادي الأهلي عنده بطولة بيحاول إن هو يلعب عليها. مارسيل كولر أصلا دخل في حوالي 9 بطولات خد منها 7، خسر السوبر ليج الأفريقي وخسر طبعا السوبر الأفريقي قدام اتحاد العاصمة. هما دول البطولتين اللي مارسيل كولر خسرهم مع النادي الاهلي، وبقيه البطولات العلامه الكامله. طبعا المباراه فنيا ما كانتش احسن حاجه، كل مدير فني متحفظ، كله بيلعب على تامين الكوره، ما شفناش ضغط عالي النهارده من النادي الاهلي، ما شفناش تنظيم لعب او بنى هجمه. كان النادي الاهلي بيلعب على التحولات، كان بيلعب على الاطراف، وكان جوميز فاهم طريقه النادي الاهلي واتفرج عليهم كتير، فكان قافل لهم الاطراف، ممسك مان تو مان. يعني امام عاشور كان على طول معاه زي ظل دونجا، فكان قافل على مفاتيح اللعب. لكن الفكره اللي غيرت طريقه اللعب وخلت النادي الاهلي يتقدم هي نزول قفشه، انه بيعمل الحاجات اللي مش متوقعه. يعني قفشه مجرد ما استلم الكوره عمل اللونج باص الصغير
في اندفاع امام عاشور. امام عاشور حتى ما لبستش في رجله قوي، بس الكوره جايه بقوه معينه، قفشه عاملها بقوه معينه باتجاه معين، مجرد اي حد هيلمسها هتيجي جون، لانها قريبه جدا او في منطقه يعني بين منطقه الجزاء وبين خط المرمى. ما يلحقش اي حارس مرمى اصلا ان هو يصد الكوره زي ديت الا لو جت فيه هو واقف بالحظ الريفليكشن عنده، ما يستوعبش كوره بالمسافه القريبه ديت. وتقريبا هما الهجمتين اصلا اللي جم للنادي الاهلي على مرمى عواد، الاتنين دخلوا المرمى. ركنه الجون التاني كمان، يعني زي ما قفشه ادى امام عاشور هدف، امام عاشور بيردها له باسيست برضه وبيديله الهدف عشان في الاخر يتوج النادي الاهلي بكاس مصر. مبروك طبعا لامام عاشور رجل المباراه. حاجه بس عايز اتكلم عليهم، كل لعيبه الزمالك، كل لعيبه الزمالك عدوا من الممر الشرفي اللي عمله النادي الاهلي الا ناصر ماهر وعبد الله السعيد. قعدت ادور عليهم في الملعب كله ما لقيتهمش. نو كومنت، مش عندي تعليق عليهم. بس ليه انت اخترت تروح النادي ده بمزاجك؟ انت اخترت تلعب في النادي المنافس، خلي عندك روح رياضيه. انت لو كنت كسبت كان ايه اللي هيحصل؟ ما انت كنت هتقف وتحتفل، محدش كان هيلومك. زي ما امام عاشور جاب جون واحتفل، المفروض محدش يلومه. كل واحد زي ما قلت في فيديو امبارح، كل واحد يخلص للتيشيرت ولون التيشيرت اللي هو لابسه. المباراه كانت من تحت لتحت كده، في صراعات جانبيه، بس الحمد لله عدت بكل رياضيه. الف مبروك للكسبان، زي ما قلت في فيديو امبارح ان انا ههني الكسبان واقول له الف مبروك. الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته وجماهيره وكل من منتمي للنادي الاهلي، وهارد لك طبعا لجماهير الزمالك ومجلس اداره الاهلي. ومارسيل كولر كسبه بالخبرات، في بدايه التشكيل اصلا كانت مبنيه على الخبرات والتحفظ، والزمالك ما قدرش يكسب المباراه رغم اندفاعه او ما عرفش يستغله الخطة الهجومية اللي بيلعب بيها خوسيه جوميز. كان مندفع أو في الهجوم لكن بلا فايدة. كل واحد عمل اللي عليه، اللي كان نفسه أطول زي مارسيل كولر وقدر إن هو يقسم المباراة صح هو اللي كسب في النهاية. وفي الآخر الخبرات بتفوز على المهارات، والأهلي هيفضل نادي بطولات، وهي دي سمات الفرق الكبيرة، إن هي حتى وهي مش في مودها او حتى مش في مستواها او باقل مجهود بتعرف تجيب البطوله، هي دي سمات الفريق الكبير. الف مبروك طبعا البطوله ال 39 لكاس مصر في تاريخ النادي الاهلي، بعد عن اقرب منافسيه اللي هو نادي الزمالك اللي في المركز الثاني اللي عنده 28 بطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي والكره المصريه في الفتره الجايه ان شاء الله، واللي وصل معايا لحد هنا انا بشكره شكرا جزيلا، شكرا على الدعم، شكرا على المتابعه. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل اشعارات الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي اول باول، وما ينساش لايك وشير للفيديو، ده عمليه ودعم للقناه. استنوني في فيديو جديد، سلام.